كندا تجعلك تحلم منذ فترة طويلة وأنت تفكر فيها. إنه المكان الذي يمنحك الكثير من الفرص لك ولعائلتك. ترغب في معرفة المزيد وزيارتها من أجل القيام بأعمال تجارية، استثمار، دراسة، تأهيلك كمهني، وحتى إنشاء مقاولة فيها. voyageafairescanada.com لشركة البناء دانيال دافجيس توجهك في جميع المراحل. أولاً، ننجز معك مقابلات فيديو على الأنترنت لنبلغك ولننظم رحلتك للعمل، للدراسة أو للتكوين المهني. هذه الدورات الإعلامية تنجز على مراحل مباشرة ومع خبراء الأعمال الكنديين أو مهاجرين مهنيين في كندا. يكفي إعلامنا مرة واحدة كي ننظم رحلتك للعمل أو زيارتك للتطوير المهني. هذه الرحلة للأعمال التجارية أو المهنية في كندا مهمة بالنسبة لك. نحن نهتم بالتخطيط لوصولك. هناك شخص سينتظرك في المطار وسيرافقك طيلة زيارتك، لقاءاتك ومشاريعك الأخرى للرحلة. الدليل سيقودك إلى المركز العملي من أجل البدء في منهج مبتكر وفريد للممارسة العملية في المقاولة لرجال الأعمال والمهنيين. عدة قاعات متعددة الاستعمالات تسمح لك بالمراقبة والتعلم مباشرة مع رجال أعمال كنديين ومهاجرين مهنيين مثلك جاءوا قبلك إلى كندا. كذلك المشاركة في دورات تدريبية وفي اجتماعات لمواقع عملية كمراقب. حين تكتسب بعض المعارف الأساسية، ننظم لك زيارات ميدانية التي من خلالها تلتقي مباشرة مع رجال أعمال كندا، منعشين عقاريين، مستثمرين، مهندسين مهنيين، معماريين وغيرهم، للتبادل، للتعلم وللإجابة على الأسئلة على العديد من النقاط العملية. مما يسمح لك أيضاً إنشاء شبكة متينة من العلاقات التجارية والمهنية في كندا. سوف تلتقي بعمال مهنيين ورجال أعمال، وسوف ترى مشاريع صغيرة أو كبيرة التي يمكن أن تضمها إلى مجالات اهتمامك: الأعمال التجارية، الاستثمارات، الهندسة، الهندسة المعمارية، البناء، التجديد، الإدارة، المجال القانوني، التسويق وغيرها. أحداث ترفيهية مع المجموعة تسمح أيضاً للمشاركين في التكوين الانخراط في المجتمع، إنشاء علاقات صداقة، تبادل والتعلم من خبرات الآخرين ولقاء المقاولات الكندية. هذا التكوين سيساعدك في اتخاذ الاختيارات الصحيحة. عند نهاية تكوينك الميداني والمراقبة في المقاولة تحصل على شهادة المشاركة.
تعود إذن بتجربة غنية بالعلاقات التجارية وتصبح أحسن مهني وأكثر اطلاعا من أجل القيام بالأعمال التجارية في كندا. لا تترددوا في الاتصال بنا بالإنجليزية أو بالفرنسية.